السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم صالحة شانيل. قبل ما نبدا الفيديو غنصليو على نبينا كاملين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مهم نبدا معكم الفيديو. كيف دايرين خواتاتي وخوتي؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ اموركم مزيانه؟ الحمد لله والشكر لله. اليوم راني لابسه مجده، عام اللي نكون لابسه هذه عرفوني راه غندخل الكوزينه ندير شي حاجه. واليوم ان شاء الله وتحت طلب ديال بزاف ديال البنات غادي ندير واحد دجاجه معمره، حيت دابا الوقيته ديال العواشر ووقيته ديال شعبان ورمضان الله يوصلنا ليهم على خير وبخير، نكونوا في صحيحتنا يا ربي. بزاف ديال البنات كيبغيو هكا نقترحوا عليهم شهيوات، نقترحوا عليهم هكا شي حاجه للسحور، علاش لا الفطور؟ كاين اللي كيدير لاطه ديال الحوت في الفطور، كاين اللي كيدير دجاج معمر في الفطور، على حسب كل واحد وشنو كيتشهى. فاليوم ان شاء الله غادي ندير لكم واحد دجاجه معمره بواحد العماره اللي واعره غتعجبكم بزاف بزاف. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا كنبغي نشكر كاع المغاربه اللي ضامنوا معايا ودخلوا القناه ديالي، مغاربه لخوتي الجداد، وكنبغي نشكر الناس او المتتبعين الاوفياء اللي كانوا معايا ومازالين معايا ومدعميني بلايكاتهم بالتفراج ديالهم بكل شيء بكلامهم الطيب كلامهم الزوين. دائما الناس ديال الخير ما تيخرجوا على الخير من فمهم. عمرك ما تلقاي شي حد مثلا نقولوا حنا شرير وكيخرج شي حاجه زوينه من فمه، دائما كتلقاه كيخرج على الحاجه الخايبه من فمه. فهذوك الناس الله يبعدهم علينا والله يبعدنا عليهم والله يبعد علينا وعليكم ولاد الحرام يا ربي. وكنبغي نشكر من هنا السي يوسف اللي من قناه مغاربه نيوز، لهلا يخطيك اخويا يوسف، شكرا بزاف بزاف اللي وافقتي انني ندوز معاك، شكرا بزاف بزاف. الناس عارفين كل شيء واللي معروف لا راه معروف. واختي هاد اختي اللي بانت معايا راها ماشي راها فاقده للاهليه، ما عندش الناس علاش يضحكوا عليها، ما عندش الناس علاش يقولوا على شي حاجه، الله يحسن العوان. المغاربه عارفين بان ملي كيكون عندك شي واحد اللي مريض عقليا في الدار الله يحسن العوان، يعني مرفوع عليها القلم، ما عندها حتى شي مشكل، الحمد لله والشكر لله. هذاك الفيديو دار باش الناس يتعرفوا عليا اكثر، ولما لا علاش من حق اي واحد توسع القناه ديالو بالموافقه ديال ماما بالموافقه ديال عائلتي، والحمد لله. يعني ما كاينش شي حاجه اللي غادي نحضر عليها عينيا. انا ملي كيتجبد لي داك الموضوع راه كيتغرغروا لي دموعي. عندك جوج حوايج، هذا المشكل اللي وقع واللي كيجبد لي بابا الله يرحمه، ما كنحس بدموعي حتى كيغرغروا وسيفتي كتبدل، والحمد لله والشكر لله. كنشكر الناس اللي دخلوا عندي ووقفوا معايا ودخلوا وتزادوا عندي في القناه جداد، ونعاود نقول لكم كنشكر الناس القدام اللي مالين الدار اللي متبعيني كل نهار وكيشوفوا، الحمد لله. حتى انا كنحاول انني نحط وصفات اللي نعبر على الشكر ديالي ليكم، ماشي كل مره ندير لكم شي حاجه في فيديو هكاك غادي في الريح، والدليل انني يومين هذه ما صورتش لانني ما درت لا شهي ولا حتى شي حاجه. فما كرهتش نصور كل نهار باش نعاون راسي، وانا ما دايره اليوتيوب الا نعاون راسي اصلا. راه حاجه معروفه ما دايره اليوتيوب الا باش نعاون راسي، يعني الا بقيت غير في المحتوى ديال الطبخ بوحده ما غاديش الناس يتفرجوا فيا بزاف. والحمد لله هكا انا راضيه يعني على نفسي، والحمد لله ماما راضيه عليا، وحنا المسيره ديالنا غاده وما كاين حتى شي مشكل. واللي بغاك راه كيبغيك، واللي ما بغاكش راه واخا تغطسي في العسل غيبقى ديما يقول عليك نفس الهضره. والحمد لله الناس اللي تفرجوا في الفيديو في اللقاء الصحفي، الحمد لله الحمد لله كلام طيب خارج من فمهم، ولاد الخير وبنات الخير، شكرا بزاف بزاف بزاف. عمرني ما ننسى الخير ديالكم. وانا درت لقاء ودائما عمرني ما درت شي لقاء صحفي، ما عمري ما درت شي لقاء صحفي. الا لاحظتوا انا قناتي انا الوحيده، ما نقولش الوحيده ما غاديش نهضر على وحدين اخرين، لكن اول مره درت فيها لقاء صحفي وكنستحق انني ندوز في لقاء صحفي، لان الحمد لله والشكر لله هازه ما يهز الجبل، واكله ما ياكل طبل خلاتها ماما، والحمد لله. ودائما ضحكه ناشطه، وهذا هو النموذج اللي بغي نعطي لبزاف ديال النساء اللي نفس المسؤوليه ديالي. كاين اللي هازه خوتها، كاين اللي هازه ما نقولش والديها لان الوالدين علينا شي حاجه اللي مفروغ منها، كاين اللي هازه ولادها، كاين اللي بقى عندها مسكينه هازه الهم بوحدها وكتدمر من الحاله اللي هي فيها
انا نقول لك اختي تعولي على راسك وتعولي على هذا دراعك وتزيدي للقدام، ماشي عيب ان نزيد القدام، وانا ماشي عيب انني نزيد القدام ونوسع القناه ديالي ويشوفوني الناس ويتعرفوا عليا الناس، هذا حق من حقوقي عطاه لي الشرع والقانون الحمد لله. شكرا مره اخرى، بلا من هاد الفاصله هذه بغيت نشكر بها الناس اللي انضموا للقناه ديالي، بغيت نشكر فيها يوسف، بغيت نشكر فيها اي واحد قال فيا في حقي كلمه زوينه. بوسه كبيره ليكم ونمشيو للكوزينه دابا، يلا بقاو معايا الخوت. اللي كيبغي يكون تصوير كيخص وين غسلت الدجاجه قديتها، ها هي الدجاج اللي كيخصو يتفرك، غسلتها بالحامض والملح مزيان حتى ولات كتشعل شعيل، خاص الدجاج يتغسل مزيان الا بغيتوه يجيكم بنين التغسيل مزيان. المهم انا كنتسنى دابا غير الروز يطيب ليا، ماشي طياب كامل غير نص طياب لان باقي تابعو طياب، وان شاء الله يتشارجا واحد شويه التليفون ونجي ان شاء الله نوريكم كيفاش كيفاش كنعمرها. وانتم الحادقات وانتم كتعرفوا، وحنا كنديروا الحاجه وانتم كتعطيونا الاراء ديالكم. يعني انا شحال من خطره كنستافد عمل لي كومونتير، شي حد اللي كيقول لي راه هذيك مزيانه راه هذيك ما مزياناش، لا خصوصا في الماكينه، حيت كيف ما قلت لكم انا عمرني ما خدمت الماكينه، ديما كنخدموا الماكينه العاديه، عمرني ما خدمت بالماكينه هاد ديال الضو، فما عرفتش كيفاش نخدمها في الاول. كي الحمد لله وحتى التوجيهات ديال المتتبعين في لي كومونتير نفعوني بزاف بزاف فيا بزاف ديال الهضره. بلا ما نطول عليكم قاد المقادير، وين نتوما هاد المقله غادي ندير فيها واحد الطرف ديال الزبده وغندير فيها الزيت البلديه هنا فين غادي نشحر ديك الحشوه اللي غادي نعمر بها الدجاجه. غادي نشحر مزيان، غندير هنا الثومه تقريبا واحد جوج ديال الدراس يكونوا كبارين، عرفتوا البنات هذه كتجي واحد التعميره زوينه وبنينه ما تشبعوش منها. هنا راني ديجا راني مصوطيه هاد سميتها هاد الشامبينيو، غادي نزيدو هنا من بعد غادي نزيد القشور ديال الحامض مع اللب بجوج. دابا في هاد الوقيته عطات واحد الريحه زوينه، باقي كاع ما درت العطريه مع والو، ديك الثومه مع الشامبينيون عطات واحد الريحه زوينه. وضروري ما ديروا الزبده البنات، الزبده ديال العبار كتعطي واحد المذاق واحد اخر. علاش هنايا درت شويه الزيت البلديه زايده؟ لان غندير الروز، والروز كيشرب الزيت. ودابا غادي نزيد عليها الكبده ديال الدجاج اللي خديتها غسلتها مزيان قطعتها وسلقتها مع الحامض بلا ملحه، غير الحامض بوحدو. غنزيد عليها الزيتون حتى هو مقطع دوائر ومغسول، وغنحاول هذا الشيء يتشحر لان العطريه ما غنديرهاش دابا حتى كتقرب تخاد لينا هاد الشيء اللي حطينا، عاد باش ندير العطريه. والعطريه اللي غادي ندير غندير ديال البسطيله ديال الدجاج ديال عفوا ديال الحوت باش كتعطي واحد المذاق زوين. غندير العطريه الحمراء، بغيتو ما ديروش العطريه ديال الحوت يمكن لكم ديروا ديك العطريه عاديه. انا غندير الملحه والكمون والعطريه ديال الحوت. دابا البنات غادي ناخذ العطريه غندير مليحه، الكمون كنكثر شويه من الكمون، غادي ندير العطريه ديال البسطيله هنا واحد جوج معالق صغار بحال معلقه كبيره عامره، والهريسه واحد الكميه مهمه ديال الهريسه شكل بدا كيتفرقع صافي. غادي نحرك عرفتوا كتجي بنينه بزاف، جربوها وردوا عليا الخبر. وها هو رمضان جاي الله يجيبو على خير، نطفي على الماكينه ديال الصابون هي بدات في الشعر ديالها صافي. انا طفيتها عرفتوا الشعر ديالها داير بحال ديال المدرسه الابتدائيه الصغيره داك ديال الدراري الصغار، عرفتي كضحكني صافي. دابا غادي ندير الروز، ها هو ندير كميه الروز اللي غتكفى، بس نحرك باش نشوف واش كافيه ولا لا.
حيت عاوتاني ما خاصش يجي على الروز بوحدو، كيبان شي شويه ديال هنا شي الزيتون وشويه ديال. بغيتو ما ديروش الروز، ديرو هذا الشعريه الصينيه، ولكن الروز انا كيعجبني اكثر من الشعريه، كيجيني بنين اكثر. صافي واقيلا بارك من الروز، وغادي ندير الربيع كاخر خطوه. وهنايا نحرك حيت راه مازال تابعوا الطياب. بغيتو ديروا صلصه الصوجه ديروها، انا حيت غنديرها في الدجاجه قلت انا لا داعي باش نديرها جوج خطرات. شو المذاق يا سلام بنه. صافي وغنطفي نخليها تبرد وندوزو دابا باش نديرو الشرموله الدجاجه ديالنا. الشرموله اللي كتجي واعره وخطيره وبلا بلا شحار، يعني بلا ما بغيت نقول لكم حتى الا ما بغيتوش تعمروا الدجاجه من الداخل يمكن لكم ديك هاد الحشوه اللي غادي هاد هاد الشيء باش غادي نعمر اولا غادي ندير الدجاجه. والبنات ومشات ليا الهضره الله يستر. الله يتمشات ليا الهضره. هاد لاصوص اللي غنصاوب دابا اللي غندهن بها الدجاجه يمكن لكم ديروها بوحدها الدجاج بلا ما تعمروا بلا حتى حاجه كيجي بنين، وما ديوش على خاتكم راني واحد ضيخه مني ما كان. صافي انا غنحط هنا يبردوا وندور الكاميرا للجهه الاخرى. غناخذ هاد الطبسيل هذا غندير هنايا الحامض مصير، الربيع اللي بقى ليا، غناخذ الثومه. هذه البنات دهنوا بها الدجاج ديالكم، دخلوه الفران وتفكروني. غادي ناخذ بسم الله الكمون، شويه شويه من حاجه، شويه البزار، اما شويه البزار اما الهريسه. غندير التحمير واحد المعلقه هنا تكون عامره باش تجي الدجاجه ديالي ملونه. شويه ديال هذا الكركم، شويه ديال سكينجبير، شويه ديال الزيت البلديه، هنا من نكثرش من زيت البلديه، ندير القياس اللي غادي يتخلط ليا به هاد المقادير اللي هنا. غادي ندير هنايا صلصه الصوجه، ما تنساوش راها مالحه بلا ما ديروا الملحه كاع نهائيا. صافي وغنخلط كل شيء. صافي هادو هما المقادير ديال اللي غادي نشرمل بهم الدجاج فقط، ما تزيدوا حتى حاجه اخرى، راه كافي هذا باش تشحر تشرم، هذا كافي باش تشرمل فيه الدجاجه، يعني راه ماشي قليل. شويه شويه، اما الا كانوا عندكم جوج دجاجات حاولوا انكم تضاعفوا المقادير. غادي نبقى هكاك كندخل هاد المقادير مزيان في الدجاجه ديالي من الداخل من برا من الجناب من جهه الفخيضات باش كتجي حتى هي بنينه. ولا بغيتو هاد هكا الدجاجه هادي تبغي الماء تبغي ترقد قبل يبات في الترقاد، تبات قد ما باتت قد ما رائعه تجي زوينه. صافي مزيان مزيان جهه الصدر من هنا. صافي من بعد من اللي غادي نكمل ترقادها مزيان، شفتوا غير هادي وتربطوها بحال هكا ودخلوها الطيب، كتجي ما تشبعوش منها. صافي وديروا واحد شويه الفريت وها نتوما شليضه وها نتوما بغداكم وماشي حاجه اللي سريعه. صافي دابا غادي نجي هنا راه حليتها، ها هي دخلت ليها العطيه هنا، ما عرفتش واش كتشوفوا مزيان، ندير الضو ها هي. غادي ناخذ دابا العطريه اولا الحشوه، الحشوه واخا تكون سخونه انا غنصبر عندي من ندير. بسم الله بسم الله هكا كنقلبها باش ندك الروز، ما تخافوش منه لانه طيب وراه ملي كيدخل الفران دغيا كطيب. تقريبا هاد الدجاجه هادي كنعطيوها واحد من 45 دقيقه حتى لساعه على حسب الدجاج. شفتوا كنشدها من هنا وكنعمر فيها كندكها
باش كتجي هكاك ملي تقسمو من الصدر من الوسط كيجي داك المنظر زوين ديال الروز لداخل. هذه راه ديروها في السحور في رمضان اولا نيت ديروها في رمضان صافي. غادي نحاول انني نسد هنا صافي. ها هي راها عمرتها شفتوا، نعمرها نزيد نعمرها وصافي. ها هي شفتوها عمرات صافي. هنا شعلت الفران، الفران خاصو يكون مجهد ومن الفوق ومن التحت تغطيوها ضروري باش ما تحرقش ليكم هكا مع التحمر. ملي تحسوا بها طابت تحيدوا هاد البابي كويسون تخليوها تحمر، ولا بغيتو كدوزوا زبيده من الفوق باش تجيكم دوغي ويجيكم داك اللون هكاك ديال التحمر ديروها. دابا غادي نحطها في الفران وغادي ندوز باش نصوب ان شاء الله الخضيره. الناس غادي نبدا نصوطي ان شاء الله في الخضيره، غنوريكم شنو غندير. هنا عندي اللوبيا، اهم حاجه هكاك تكونوا دايرين الخضره حتى هي تكون من ضمن هاد الشيء. انا غادي ندير، عرفت واش كنت بغيت ندير؟ كنت بغيت ندير كل هاد كلشي يعني هنايا، ندير شويه اللوبيا هنايا شويه القرعه هنا. شفت حيزو صعبات لي اللوبيا كثيره، غادي ندير ليها غنصوطيها بوحدها. هنا راني سلقتها بطبيعه الحال ثومه، غادي ندير شويه ديال الكمون، الملحه راني درتها في الملحه. احسن حاجه البنات انكم في الملحه في السليق تملحوه، تخليوه شال. دابا غندير شويه ديال التحميره، الا بغيتو ديروا الحامض مصير ديروه التحميره باش كتجي داك اللوين هكا كيشهي شي. علاش ديروا التحميره صافي؟ وغادي ورا درت الزيت البلديه صافي، وغادي نصوطي صافي. هنا دابا اللوبيا ها هي صوطات كيف ما كتشوفوا، كيولي المنظر ديالها كيشهي وما نزيدش نبقى نصوطي فيها بزاف، نخليها كشاده في راسها. هنا غندير خيزو، وغندير القرعه، قطعتهم هكا باش يبقاو شادين ليا المنظر ديالهم. غندير هنا الربيع، ندير الثومه على هنايا وعلى الجهه الاخرى. حتى هاد الخضره هادي اللي كتشوفوا القرعه والخيزو حتى هما راهم مسلوقين مسلوقين البنات بالملحه. غادي ندير الكمون، غندير شويه البزار، كيجيوني احسن هكا ودغيا كيوجدوا. كل حاجه كنديرها بوحدها احسن من انك كل حاجه تحطيها بوحدها صافي. شوفوا البنات ها هما تحرق مع ديك العطريه اللي درت وديك الثومه. وكيف ما كتشوفوا خوتي هنا خديت ديك لا سالاد راها معروفه، يعني شوفوا اي سالاد عندكم. انا كيعجبني هكاك نقردها ونحطها، ما كيعجبنيش نحطها هكاك بحال العروشه. هادوك العروشه اللي كيبانوا لكم دابا راني قطعت ليهم الرجلين ديالهم، هما اللي درتهم تحت من الدجاجه، والدجاجه راه خدات ليا ساعه طابت وتحمرت وجات رائعه، وجات داك الحشوه بنينه بنينه بزاف والله العظيم. بغيتكم تجربوها وتردوا لي ان شاء الله الخبار. ف زدت هنايا ديك الخضره اللي صوطيتها، الا بغيتوا كيجيكم المنظر زوين ديال الخيزو خليوه بحال هكا، راه كيجي المنظر زوين وتا هو كيجي هكاك هماوي محطوط هماوي. والقريعه حتى هي بغيتو تفوروا فوروا، بغيتو تسلقوا سلقوا. المهم انا سلقت لان ما عنديش الاتساع فين نفور كلشي في خطره، فسلقتهم. واللوبيا كيف ما كتشوفوا شويه ديال البطاطا هكا قليتها، بغيتوش ديروا البطاطا مقليه ديروها مصوطيه، وهذا ما كان. وجات واحد الغديوه فنه من شغل يديكم، وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعه ديالكم وعلى اللايكات ديالكم. نتلاقى معكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، وتهلاو فريوسكم والسلام عليكم خوتي.